اتصل علي رقم فرددت عليه والله لا أعرفه. قال يا شيخ أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول، ايش رايكم بها المصائب كلها تجمعت في بدن واحد، فلزمت استغفر الله ولزمت الفاتحة ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، والله شفيت وقضي ديني والآن في وظيفة، والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، سمعت شرحها تدبرتها، بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة، بس لكنه لا يعرف معناها. ما الحول بيد من؟ القوة بيد من؟ إليه نرجع، نرجع إلى من؟ من بيده مفاتيح الفرج؟ من الذي إذا طرق بابه فتح؟ من السميع؟ من البصير؟ من الملك؟ من الغني؟ هو الله. انكسر ببابه، لا يبقى عندك من همك إلا ويتفرج.